أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حذر البيت الأبيض كوريا الشمالية من أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل إمكانياتها بما في ذلك السلاح النووي إذا ما وصل نظام كيم جونغ أون تهديداته لواشنطن أو حلفائها. وقال البيت الأبيض إن بعد التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فيما أعلنته بيونغ يانغ من أن التجربة كانت اختباراً لقنبلة هيدروجينية. أطلقت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية بالصواريخ البالستية رداً على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جارتها الشمالية، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب. وقالت يونهاب نقلاً عن رئيس الأركان المشتركة إن المناورات كانت بالذخيرة الحية وتحاكي هجوماً على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية. أعلن وزير الدفاع الإيراني الجديد أمير حاتمي عدم تراجع بلاده عن نيتها في تطوير برنامجها الصاروخي، وأكد على مضيها في برنامجها النووي. وفي وقت سابق كشفت طهران أنها اختبرت نظام باور 373 المضاد للصواريخ الذي تقول إنه شبيه بنظام S-300 الروسي. دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومقاتلي داعش على محاور الريف الغربي لدير الزور، حيث تسعى قوات النظام للوصول إلى المدينة وفك الحصار المفروض من داعش عليها. وأضاف المرصد أن قوات النظام تمكنت من السيطرة على حقل الخراط النفطي، مشيرا إلى أن هذا التقدم مكن قوات النظام من تحقيق تقدم هام والوصول إلى مسافة نحو 10 كيلومترات عن قاعدة عسكرية للنظام بأطراف مدينة دير الزور. قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله كبار الشخصيات الإسلامية التي تؤدي مناسك الحج إن المملكة حققت نجاحاً في استئصال الإرهاب الذي يسعى لمهاجمة الأماكن المقدسة. وأضاف الملك سلمان أن أذرع الإرهاب سعت للنيل من المقدسات ولم تراعي الحرمات. إلى اللقاء.